بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. الحج في القرآن. الدرس السادس. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات المشاهدون والمشاهدات الكرام حجاج بيت الله الحرام. أهلا بكم إلى هذه الحلقة السادسة من برنامجكم الحج في القرآن الذي نتفيأ وإياكم فيه ظلال آيات الكتاب العزيز التي جاءت على ذكر الحج في القرآن لنبين أسرارها وأحكامها ومعانيها وما اشتملت عليه. يتفضل بتفسيرها وبيانها ضيف البرنامج معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم معالي الشيخ. حياكم الله وبارك فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله جل وعلا: الحج أشهر معلومات، أي الحج في أشهر معلومات، وهي شهر شوال، شهر ذي القعدة، وعشرة أيام من ذي الحجة. ففي أي وقت أحرم بالحج من هذه الأشهر فقد انعقد إحرامه، وأما أداء المناسك فإنه يكون في وقته، في يوم عرفة وما بعده. معلومات يعرفها الناس من قديم، ليس فيها خفاء. وقال جل وعلا: فمن فرض فيهن، أي في هذه الأشهر، يعني فدل على أن الإحرام بالحج خاص في هذه الأشهر. فمن فرض فيهن الحج، يعني أحرم، ومعنى فرض أحرم، وهذا مما يدل على أن من أحرم بالحج يلزمه إتمامه ولا يتنازل عنه إلا بعذر من الإحصار الذي ذكره الله سبحانه وتعالى فيما سبق. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث، يعني الرفث هو الجماع ودواعيه، لأنه من محظورات الإحرام، والجماع يبطل الإحرام. فلا رفث ولا فسوق، وهو المعاصي، يترك المعاصي لأنها لا تتناسب مع الإحرام، لأن الإحرام عبادة فلا يدخل عليها المعاصي والسيئات. ولا فسوق ولا جدال في الحج، وهو المخاصمة، لا يتخاصم مع الآخرين، لأن هذا يثير الحقد ويشغل عن ذكر الله عز وجل، إلا إذا كان الجدال لبيان حق أو لرد باطل فإنه يجب. قال الله جل وعلا: وجادلهم بالتي هي أحسن، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. أما إذا كان الجدال لا فائدة فيه أو من أمور الدنيا فإنه يجب تركه. ثم قال: وما تفعلوا من خير، لما نهى عن هذه الأشياء الثلاثة وجه إلى فعل الخير بدلها. وما تفعلوا من خير يعلمه الله، أي خير من العبادات. وما تفعلوا من خير يعلمه الله. ثم قال: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. فالحاج بحاجة إلى الزاد الذي يبلغه ويغنيه عن الناس ولا يكون عالة على الناس، لأن قوما كانوا يحجون ولا يأخذون معهم شيئا ويقولون نحن المتوكلون، ويصبحون عالة على الناس. الله أمر، ولذلك قال الله جل وعلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. الذي ليس عنده زاد هذا غير مستطيع، لا يحج. تزودوا. ثم لما ذكر زاد الدنيا بالطعام والشراب ذكر زاد الآخرة، فإن خير الزاد التقوى. نبه الله على زاد الآخرة وهو التقوى، وهي الأعمال الصالحة والطاعات، هذا هو زاد الآخرة، وترك المحرمات والمعاصي. واتقوني يا أولي الألباب، أمر الله بتقواه. وأولي الألباب هم أصحاب العقول، فيجب على أصحاب العقول أن يخشوا الله عز وجل وأن يتقوه بفعل أوامره وترك نواهيه.
واتقوا الله واتقوني يا أولي الألباب. ثم قال: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، يعني لا مانع من الاكتساب في وقت الحج، لا مانع للحاج والمحرم أن يطلب الرزق، يؤجر نفسه، يبيع ويشتري، يطلب التجارة في الحج، لا مانع، يجمع بين خيري الدنيا والآخرة. والله جل وعلا لم يمنع من هذا. وليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. كان الناس يتحرجون من التجارة في الحج والبيع والشراء، فالله رفع الحرج في هذا، أن تبتغوا فضلا من ربكم. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. فإذا أفضتم من عرفات بعد الوقوف، أفضتم إلى مزدلفة، فاذكروا الله عند المشعر الحرام، يعني في المزدلفة. المزدلفة يبيت فيها الحاج بعد انصرافه من عرفة، من الوقوف بعرفة، وهو واجب من واجبات الحج. والمشعر الحرام هو الجبل الصغير الذي في المزدلفة، يسمى جبل قزح. قال الله جل وعلا: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، يعني حوله، أو لازم تروح للجبل أو تصعد عليه، ولكن تكون في مزدلفة. ومزدلفة لها حدود، تكون في ساحاتها في أي جهة منها. قال صلى الله عليه وسلم: وقفتها هنا وجمع، يعني مزدلفة كلها موقف، فتنزل من مزدلفة بما تيسر لك منها عند المشعر الحرام. يذكر الله بماذا؟ بصلاة المغرب وصلاة العشاء والمبيت في مزدلفة، لأن المبيت في مزدلفة يكون عبادة، ولو كان نائما فهو في عبادة، لأنه ممتثل لأمر الله سبحانه وتعالى. فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم، كما أمركم سبحانه وتعالى. فالذكر والعبادة لابد أن تكون على وفق المشروع، وإن كنتم من قبله لمن الضالين، أي قبل أن يهديكم الله كنتم ضالين في وقت الجاهلية وقبل نزول القرآن والسنة. ثم قال: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. أفيضوا من مزدلفة إلى منى، من حيث أفاض الناس، أو أفيضوا من عرفة، لأنهم كانوا في الجاهلية بعضهم لا يذهب إلى عرفة، وإنما يقف في مزدلفة ويقول: أنا لا أخرج من الحرم. وهم سكان مكة، يقولون: إحنا أهل الحرم فلا نخرج منه، فيقفون في المزدلفة. الله جل وعلا أبطل هذا، والنبي صلى الله عليه وسلم مضى، اخترق مزدلفة وذهب إلى نمرة ثم إلى عرفة، فأبطل ما كان عليه الجاهلية. ولهذا قال: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، وهو آدم، وقيل إبراهيم عليه الصلاة والسلام، إلى عرفات. ولا تقفوا في المزدلفة وتعتبرونه يكفي عن الوقوف في عرفة. ثم قال: واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فالعبادات تختم بالاستغفار لما يحصل فيها من خلل وتقصير. نعم، أحسن الله إليكم معالي الشيخ. اشتملت الآيات الكريمات على نهي الله تعالى عن كل ما يشغل الحاج غير التزود بالصالحات، وأثنى الله تعالى على التزود بالصالحات عموما في الحج وفي غيره، فهل لنا أن نقف على هذا المعنى؟ لا شك أن الحاج المحرم بالحج أنه في عبادة، فينشغل بالعبادة ويترك ما يخالف هذا أو يؤثر على العبادة، أو قد يبطل العبادة، تجنب هذا ويقبل على إكمال العبادة التي تلبس بها. نعم، أحسن الله إليكم. الذكر الذي يعني جاءت على ذكره الآيات في المشعر الحرام، ذكر الله تعالى في المشعر الحرام كما ذكرنا، ذكر الله في المشعر الحرام اللي هو المزدلفة يكون بجمع المغرب والعشاء إذا وصل إليها، يكون في المبيت فيها، هذا ذكر لله في المبيت في مزدلفة وواجب واجبات الحج، يكون بصلاة الفجر في المزدلفة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ثم الدعاء بعد صلاة الفجر
الدعاء في منزله، أو يذهب إلى الجبل جبل المشعر ويدعو عنده، أو يرقاه ويدعو عنده ثم ينصرف إلى منى. نعم. أحسن الله إليكم. قيام تلك الليلة وأداء صلاة الوتر فيها لمن كان معتادا أبدا ما يقوم، إنما يصلي المغرب والعشاء وينام كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. اختلفوا هل أوتر أو ما أوتر، لكن هو ما ورد أنه أوتر في مزدلفة، لكن سنته الماضية والمطردة أنه كان لا يدع الوتر عليه الصلاة والسلام. نعم. لكن يبكر في صلاة الفجر، في أول طلوع الفجر يصلي، نعم، من أجل أن يتفرغ للدعاء. نعم. أحسن الله إليكم. اشتملت الآيات كذلك على الوصية بذكر الله عموما، واستأتي أيضا معنا في مواطن كثيرة من كل مواطن الحج ذكر لله، كله ذكر لله. نعم. أحسن الله إليكم معالي الشيخ، شكرا لكم في ختام هذه الحلقة على المشاركة معنا. شكرا لكم أنتم أيها الإخوة والأخوات المشاهدون والمشاهدات على متابعة هذه الحلقة من برنامجكم الحج في القرآن. الشكر في ختامها ممتد إلى ضيف البرنامج معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، فشكر الله لمعاليه هذا البيان. وهذا يزيد الهرى، يشترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.